آلة الصنطور عراقية؟ لو رومانية؟ لو صينية؟ لو إيرانية؟ هواية من بإيران يعزفون آلات الصنطور جدا، آلاف صانعين آلة صنطور في إيران، آلاف في رومانيا، في روسيا، في الصين. آلة صنطور آلة تراثية عمرها 5000 سنة أو 3000 سنة قبل الميلاد. من يقول؟ أنا ما أقول. نشوف آلة صنطور، هذه آلة صنطور. من يقول آلة من وادي الرافدين؟ هذا هو اللي يقوله. الكتابة المسمارية اللي موجودة بالسلايد اللي على يمينكم عليه أول لغة بالتاريخ اللي هي اللغة المسمارية أو الكتابة المسمارية. هذه اللغة الطينية اللي موجودة في متاحف بالعالم اللي تثبت أنه آلة الصنطور آلة من وادي الرافدين وموجودة من زمن نبوخذنصر. أقتصر كلامي لهنا، المهم تكون هذه معلومة مفيدة إن شاء الله. وأي واحد حيسألكم عن آلة الصنطور وتاريخها ببحث بسيط على الجوجل هنقدر نشوف هاي آلة الصنطور اللي عمرها أكثر من 5000 سنة. وأحب أقدم وياكم موسيقى ونسمع، وأفضل من الحكي الهواي. شكراً.
هنسمع شيء من الألبوم الجديد اللي اسمه عمري 3000 سنة، واحد من العمل.